مساء الخير على الجميع. فيديو جديد النهارده من قناه اروح فيلم منين التومي ماكس معاكم احمد التومي. النهارده يا جماعه احنا داخل اسكندريه عند بدايه شارع المشير كده في سيدي جابر، هنشوف هنروح لحد فين. احنا كده جنب كوبري سيدي جابر يا جماعه. السور اللي على يمنا ده بتاع مستشفى القوات المسلحه. ده شارع المشير، تمام. هرم الحمامة اهو قدامنا، وقرية كمونة، وبافالو برجر، وسيتي سكوير في الشارع اللي على الشمال ده. كده احنا بمجرد ما عملنا اليمين ده احنا دخلنا ايه؟ دخلنا شارع المشير احمد اسماعيل. مستمرين اهو مع السور بتاع مستشفى القوات المسلحه. باب المستشفى في الشارع اللي قبل ده، كنا صورناه قبل كده، دخلنا من الشارع اللي قبل ده في فيديو من الفيديوهات اللي موجوده على القناه، كنا صورناه وعملناه. التقاطع اللي جاي ده تقاطع شارع بورسعيد، على شمالنا قياده المنطقه الشماليه العسكريه، وعلى يمين حي شرق اسكندريه، ودي محطه سيدي جابر الشيخ، وده هو شارع بورسعيد. يا جماعه كنا احنا صورنا شارع بورسعيد بالليل وبالنهار، الفيديوهين هتلاقيه موجودين على القناه، ثلاث فيديوهات كمان لشارع بورسعيد من الفيديوهين. ده طريق الترام، اتجاه اللي على يمنا ده اتجاه ايه؟ اتجاه محطه الرمل وكليوباترا وسبورتنج والاتجاهات دي. بمجرد ما بنعدي مزلقة سيدي جابر الشيخ بيقابلنا البنك الاهلي، فرع البنك الاهلي سيدي جابر الشيخ، وكشري القاهره اهو باب الخلق، وفرع ابو يونس. ابو يونس فتح في سيدي بشر، كنا عاملين فيديو برضه ظهر معانا في الفيديو. بعد كده عصير الملوك، المهندس الكتريك، حلواني الهنا، الديار بتاع موبايلات، جده الحرش اهو على اليمين. بعد كده كريبلاند، واحد بتاع مجوهرات، حلواني فيروز، خليفة ماركت، مخبز سوهاج، دراي كلين سيدي جابر، محمصة مفيدة اهي، الصعيدي اهو على اليمين بتاع الحلويات. الحلويات بتاعته كويسة واسعاره كويسة برضه ومعقولة. في حلواني ابو عمر بعد الصعيدي، وفي محل اسمه جوينت بتاع ملابس، وجنبيه محل تاني برضه بتاع ملابس واحذيه، بس مش عامل يافطه. وادي في وصايه بتاع الكشري، وجنبيه طقطق بتاع اللب. طقطق عامل بن حلو، جربته قبل كده كويس بصراحه، واللب بتاعه جميل بصراحه. هو انا كنت قلت قبل كده ان هو من اسكندريه، لا هو من دمنهور. استاذ ممدوح متابع من متابعين القناه، استاذ ممدوح من دمنهور ويعرف طقطق بتاع دمنهور، فهو اللي وضح لي ان اصل طقطق من دمنهور. نشكر استاذ ممدوح جزيل الشكر على ايضاح المعلومات وتصحيحها، وبنشكر طقطق بفروعه كله صراحه. اللب بتاعه كويس جيد، شغل مفتخر. بعد كده ده شارع دارا اللي على اليمين ده، بيدخل على منطقة سيدي جابر.
واحنا في سجاير اوريدي، وده مطاعم الوحيده هي على اليمين برضو، وبنعدي اهو ايه مزلقان سيدي جابر المحطه دي، الخط الترام التاني بتاع سيدي جابر، واللي في وشنا دي محطه قطارات سيدي جابر. على يمين مسجد عصر الاسلام، وجنبيه مستشفى سيدي جابر التخصصي. اللي عايز يخش المحطه بقى يعمل ايه؟ يخش من اليمين من هنا ويقف مع العربيات لحد ما الاشاره تفتح، بحيث يقطع ايه؟ يقطع بالعرض اهو. زي ايه؟ زي العربيات اللي بتقطع دي يا جماعه. الإشارة اهو، هيبقى على يمين مكتب بريد سيدي جابر، بعد كده في تي ان تي صيدلية الهدى، العربية للطيران، بعد كده ساليسو كوريه على اليمين اهو،